روح بقى لمجلس النواب اللي بيعقد جلسته العامة لمناقشة باقي مواد قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى حسم الجدل المثار بين النواب والحكومة بشأن المادة 16 من مشروع القانون، حيث ينظر المجلس التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن المادة التي لاقت اعتراضات واسعة من النواب الذين أبدوا تخوفهم من أن تكون بابا خلفيا للمجاملات وتعيين المستشارين. زميلنا محمد الرئيس على الهواء مباشرة يطلعنا على تفاصيل أكثر من أمام مجلس النواب. محمد برحب بيك، التفاصيل عندك، تفضل. شريف، تحية لك ولمشاهدي عين على البرلمان من أمام مجلس النواب، حيث ستستكمل جلسات المجلس اليوم لمناقشة قانون الخدمة المدنية وبعض الفقرات والنقاط الخلافية في القانون بالنسبة لأعضاء المجلس من النواب. كذلك عرفنا أن هناك مقترح بمناقشة قانون الصحافة أو القانون الجديد أو التعديلات التي اقترحها النائب مصطفى بكري. كل التفاصيل سنتعرف عليها من النائب عصام القاضي، وهو نائب عن دائرة محمودية رحمانية بمحافظة البحيرة. ست نائب، بنرحب بحضرتك وحابين نعرف من حضرتك إيه آخر اللي وصلنا ليه في جلسات مجلس النواب بخصوص قانون الخدمة المدنية. احنا وصلنا المادة 57 آخر جلسات المجلس الأسبوع الماضي، وإن شاء الله هنبدأ النهاردة بمشروع قانون الصحافة زي ما فضلت وقلت، وهنستكمل بعدين إن شاء الله باقي مواد الخدمة المدنية اللي طال انتظاره من كل الموظفين والعاملين بالدولة. كنا عارفين ان في بعض المواد الخلافية، بعض المواد اللي اثارت جدل بالنسبة للنواب، عبين نتعرف على تفاصيل النقاش اللي دار داخل جلسات او داخل مكان انعقاد جلسات مجلس النواب. والله يعني هو كان في بعض المواد مثلا زي مشروع التسوية كانت عايزة في مطلقة او في مجملها، فوصلنا ان التسوية تتم لمدة 3 سنوات فقط، وشريطة أن يكون حاصل على المؤهل أثناء تأدية الخدمة، والحمد لله تم حسمه. عندنا برضو كان في حملة الماجستير والدكتوراه، وأنا تقدمت بمادة إضافية إن شاء الله احتمال تناقش النهاردة أو غدا بإذن الله، اللي هي منها بندي أولوية لحملة الماجستير والدكتوراه لاحتياجنا فعلا للعلم والتعلم، لأنه قاطرة التنمية الأولى إن احنا بنسمح لهم دخول المسابقات شريطة استكمال باقي الأوراق. يعني حضرتك تفسر بإيه عودة قانون الخدمة المدنية للظهور مرة أخرى بعدما أثار جدل بالنسبة للموظفين والعاملين في جهاز الدولة في الفترة الماضية، وأكيد النواب في المجلس رفضوه بسبب الجدل المثار حواليه، وهل حاليا في رفض أو تعديل على بعض الفقرات والمواد في القانون المقترح قبل إقراره بشكل كامل؟ لا، أصل مش حاجة اسمها سبب عودته، ده لابد أن يعود، لأن أنت النهاردة ده المنظم، الإصلاح الإداري لن يتم إلا من خلال هذا القانون. يعني احنا ما عملنا كده حطينا الدولة في إشكالية، أو هم حطونا في إشكالية برضو، أن كان يا إما تستدعي قانون 47 وده مخالف للدستور، أو أن أنت تستمر في تطبيق قانون الذي أسقط وتم رفضه وهذا أيضا مخالف للدستور، فكان لابد من إصدار قانون للإصلاح الإداري وعلى وجه السرعة، وده اللي احنا شغالين فيه إن شاء الله. متوقع يتم إنهاء الحوار والمناقشة في مواد قانون الخدمة المدنية آخر يوم للنقاش ده هيكون إمتى؟ إن شاء الله بكرة بحد أقصى، لأن احنا كنا فصلنا شوية عشان قدمنا مشروع قانون العلاوة المعاشات عشان أهالينا سرعة الزيادة. طبعا القانون مقدم من الحكومة ب 75% الحد الأقصى، الحمد لله بفضل الله وصلنا إلى 125، وباقي الزيادة 10%، وانتهينا منه عشان يقدروا يصرفوا معاش يوليو إن شاء الله على النظام الجديد بعد ما وقفته. يعني قانون الخدمة المدنية ستختتم مناقشاته غدا إن شاء الله، يعني خلال هذا الأسبوع لن يتم مد مناقشة القانون أو مواده مرة أخرى. لا ده بقى 20 مادة إن شاء الله بحد أقصى بكرة ننهي هذا القانون بإذن الله إن شاء الله. سيادة النائب، ويعني بشكل سريع، قانون الصحافة هل سيتم مناقشته أيضا في الجلسات الحالية خلال هذا الأسبوع، خاصة أنه هو مقترح حديثا ولم تتوافد أخبار عنه أو عن مواده بشكل كامل؟ لا، النهاردة إن شاء الله داخل في جدول الأعمال، وانت عارف طبعا أن الصحافة دي عين الحقيقة والبحث عن الحقيقة، صحيح في تجاوزات مش حد ينكر، احنا بقى عايزين قانون منضبط
للجميع. مارس دورك بالإعلام بكافة الطرق المتاحة واحنا معاك. فطبعا مهم مثل هذا القانون ان شاء الله النهاردة هيناقش بإذن الله. نشكرك شكرا جزيلا ليك على وجودك معنا شريف. إذن هي الصورة من النائب عصام القاضي عن ما يدور في أروقة البرلمان وخلال الجلسات بخصوص مناقشة قانون الخدمة المدنية وكذلك قانون الصحافة المقترح، وأيضا العمل الذي يجري خلال هذا الأسبوع لتسليم قانون الخدمة المدنية المتبقي منه 20 مادة لم يتم مناقشتها حتى الآن. شكرا ليك محمد الرئيس، وشكرا لسيادة النائب، شكرا لكل التفاصيل.